عبيد من الدار البيضاء، عندي 36 سنة و تندير بزاف د الحوايج، منهم تعزيز السياحة في المغرب اترافيغ لي سبور اكستريم، فاعل جمعوي، هادي 7 سنين عندي واحد الجمعية اللي سميتها بحري، وعزيز عليا بلادي، دونك تنحاول ندير شي فيديوهات اللي يخليو الناس يفكروا على الحوايج اللي ما خدامينش والحوايج اللي خصهم يخدموا بواحد الطريقة اللي هي ديالي. الو سيرف، بديت ملي كنت صغير، كان عندي شي 8 سنين في تايتي بلاج، كان الوالد ديما تيلعب كره ما بين 12 و 2، وكان تيديني معاه من المدرسه نبقى تما. واحد الوقيته كانوا الدراري الكبار تيلعبوا بالفرشيات، وواحد الوقيته شديت الفرشيه وبديت تنتلاح، من بعد بشويه بشويه وليت تناخذ البلانشات تاع الدراري صحابي. بديت لي كومبيتيسيون كان عندي 10 سنين، وكنت فريمون اكرو للسيرف، بقيت غادي درت شامبيونا دو ماروك، ربحت جوج مرات، مشيت مثلت المغرب في لي شامبيونا دو موند في البرتغال وميريكان. وجات واحد الوقيته اللي كان خصني نعزل ما بين القرايه والسيرف، وما ما كانش عندي هذاك النيفو اللي كان يخليني نعيش بالسيرف، مشيت كملت قرايتي. قبل ما نرجع لكندا كنت وليت ندير الخدمه بينيفولا تطوع مع شي ناس تما في الدرب على داكشي تاع الريسيكلاج، ومشيت لهنا كنت باغي ندير شي حاجه للبحر، فيك انا سيرفور كان تيبقى فيها الحال ملي تنشوف البحر ديما الجاج والدري كانوا تيتجرحوا ديما مزبل وداكشي. دونك تلاقيت مع واحد الدري اللي هو كان بروف ديوغا، وتلاقينا ودرنا هاد لاسوسياسيون، بدينا بشويه بحمله نظافه البحر ترونكيلمون، دي زوبيراسيون نيتواج دو بلاج، كان 10 حتى 100 الناس كانوا تيجيو في الاول، ومن بعد غاديين وتيكبروا هادوك لي زوبيراسيون بحري ديما كلين. بقينا تدرنا واحد الغوكور تاع لا بلو غروس اوبيراسيون نيتواج اللي كان فيها 5495 بيرسون، جاو بوغ نيتواج دو بلاج، تنديرو فيها لي زانيماسيون، كنا تنديرو دي كونسير، جات ام غنات بيغالي، زعما بزاف الفنانة مغاربة جاو. واحد النهار وصلت لي واحد الميساج اللي فيه مسيني فيه انطونيو غوتيريز بيرسونيلمون، وفيه مسيو سعد عبيد فلو صحابك، واش زعما شي غلطة ولا شي حاجة، ولكن فينالمون استافدوني باش نمشي لواحد لا ريونيون دو او سومي اللي كانت على لافيرونمون، على لي ستيك هولدرز، دونك تو سكي غوفرنمون ايتاتيك نون ايتاتيك. وكنت مشيت تما، كانت مدام الحيطي اللي كانت هي الوحيده اللي من المغرب تما، كنت تلاقيت دايوغ مع الوزيره اللي كاينه دابا تاع البيئه ومدام نزال الوافي، وتلاقيت مع لا ديليغاسيون ماروكان كلها اللي كانت. هي كانت واحد التجربه واعره، حيت طاحت في لا سميتو لاسامبلي جينيرال تاع لي ناسيون زوني، دونك الجمع العام تاع الولايات، لا تاع الامم المتحده، وتلاقيت مع ماكرون، بالي ترامب، محمود عباس، زعما تو لي بريزيدون تاع البلدان كلهم الكبار كانوا تما. لوغ هذيك جات في ان فواياج اللي كان علاقه، زعما ماشي مشيت باش ندير هذيك لا فيديو، كنت مشيت غير بحال هكا في واحد الفواياج مع اون ايكيب دامي، وجاتني هذيك الفكره. علاش؟ حيت كنت واحد اون سيمين افون كنت في واحد الفروج، وبانت لي واحد السيده، كان هذوك الناس تيجيو يطلبوا، وجات وهبطت الدجاج وبدا لي الدفاع الخارج، وفريمون بقى فيا الحال بزاف هنا في المغرب، في دخل هاد لوطوروت ملي تدخل ملي تيتجمعوا تما هما تيكونوا بزاف، وما حملتش داك الديكور حيت كمغربين فهمتي، حنا نورمالمون الكرامه الضيافة، زعما الضيافة المغربية والكرامة معروفين بهذيك لوسبيتاليتي ماروكان. ومي مشيت نطلب فروجات كنت تنقول للناس بان راني بوحدي في هذه البلاد وما عندي خدمة ومحتاج فلوس، وهذا الشيء كل شيء علاش؟ باش نحس بداكشي اللي تيحسوا به الأفارقة اللي تيطلبوا في فروجات تاع بلادنا. ومن بعد مشيت لولاد زيان، البلاصة اللي تيقولوا لك المغاربة بزاف عندك، مشيت تما يغريسيوك يقتلوك ما هذا، ومشيت ودخلت لداخل وطلبت باش نفيلمي، ولكن ما خلاونيش. علاش؟ حيت كانوا دازوا بزاف الصحافه تما، وعطاو واحد ليماج اللي خايبه. ودابا تما كاين واحد 5 كوميونيتي، ولي شيف تاع لي 5 كوميونيتي تجمعوا نهار اللي مشيت الخميس هذا، دونك تجمعوا، وريت لهم لا فيديو اللي درت، وريت لهم اش باغي ندير، وبان ماشي صحافي وما عندي حتى شي علاقه بالسياسه ولا هذاك. والبارح عيطوا لي باش يقولوا لي بان قبلوا لي نفيلمي. اللي سم سالم لي فراسي. Okay. Hello. My name is Saad. I want to show you guys something. Nous sommes tous des frères. كيفاش لقيتي راسك في المغرب؟
I was in Morocco. I'm in Morocco now just because of the Boko Haram attack. The market where I'm doing my business, I'm burn everything and damage everything. That's what makes me a homeless man. I'm a hopeless man now. المغاربة ما نساوش التاريخ، ما نساوش بأن الحياة بدأت في أفريقيا، ما نساوش بأن إلا بغيتونا نهضروا كاع المغرب راه ماشي المغاربة اللي كانوا ساكنين هنا شحال هادي، ما نساوش بأن المغاربة ملي تيمشيو لأوروبا كحارقين ولا كبالوريقات بزاف المرات تيقولوا لهم الصلاغه بصال مسلمون وما تيبقى ما تيرضاوش دونك ما نديروش حنا هذا الغلط ونديروها مع خوتنا الافارقه اللي جايين لهنا واخر حاجه الا بغينا نتبعوا الميساج اللي قال صاحب الجلاله في هذا لا فيزيون افريكان خاصنا نبدلوا التعامل ديالنا معاهم وراد الناس الا قدرنا نديروا واحد لا سوسيتي اللي كلشي يخدم اونصومب يخرج بزاف الحوايج ايجابيين